عسلامة. مرحبا. لاباس؟ الحمد لله، ياك منورة اليوم. عايشك. قد من روحك. أنا روعة من نابل، نعيش في تونس. مرحبا بك. عايش. موضوعنا اليوم ولينا ياسر نسمو في كلمة ما عادش فما تحليل، ما عادش فما رجال، باش تفسروا هذا؟ نفسر نقول سواب عيديهم مش قد قلب، خاطر نجم يكونوا فما بنات حلال وبنات حلال يكروا على البنات الاخرين، خاطر يشوفوا في الشيء البرة في الشارع ما عادش يحبوا يعرسوا، معناها البرة كثرت، معناها البنات تعرية وواحد ما عادش يحب ياخذ الراجل وين. والمرأة زادة كيف كيف المرأة الراجل، يعني خاطر سامحني خاطر ولينا نشوفوا الرجال ما عادش تحب تعرس، زادة والبنات ما عادش تحب تعرس، خاطر سبب بعيدين مش قد قد فما. شنو السبب اللي خلى البنات والرجال ما عادش يحبوا يعرسوا خاصة في تونس؟ خاطر غلاء المعيشة، عنده الكوش والكري ويتعاركوا من بعد، كي حتى ياخذوا بعضهم عن حب بعدين ينفصلوا، فما نعرف شو بشكون اخذوا بعضهم عن حب بعد ينفصلوا، جايبين اربع صغار من بعد انفصلوا، معناه خاطر من غلاء المعيشة غالية في تونس، يتعاركوا كان على المصروف ومنين شنجيب، هو يقول منين شنجيب، يلزم هما الزوز يعاونوا بعضهم باش يتفاهموا على العرس، هي تخدم هو تخدم، ايد واحدة ما تصفقش، راه قول كيفاش نحب واش نعرف، واللي تحب تهني على روحها تهني، راه ريت تفيد في الهنا، بنقص كلمة هو يطيح وهي تطيح، بنقص كلمة علاش يطلقوا من المشاكل، معناها بالعرق في القباحة وكل شيء. شنو أسباب المشاكل اللي تصير من بيناتهم؟ تصير أسباب المشاكل على الفلوس وكيفاش هي تخرج وما تخليهوش للشر وكيفاش، معناها برشا مشاكل، معناها هي يحكم فيها يقول لك في شيء، زاد أنت سايب على حرية الشخصية، لازم ثقة ما بيناتكم، ما فهمش ثقة حكاية فارغة، راه مش ما فهمش ثقة، أنت تعس عليها وين مشيت وحسيتها خانتك، كل حد يمشي على روحه ويتفاهموا بالتراضي، معناه فهمت كيفاش، مش انت تشد تضربها ولا تعمل لها حاجه، ممنوع القانون ما يخليش انه باش يضرب امراه، انت تفهموا انت وياها بالتراضي، ما عينكش فيها يا خويا سيبها، عينك فيها تفهموا ببعضكم وارجعوا تفهموا، عندكم صغيرات في الوسط علاش تضيعوا كالصغار اللي معاكم تشتوه، ضاعوا الصغار اللي فيه. انت مع او ضد المراه اللي ما تطلقش وتتحمل على خاطر صغارها؟ تتحمل على خاطر صغارها، خاطر بعد صغارها ذوكم باش يتعقدوا، خاطر نعرف برشا صغارة كيكا والديهم طلقوا متعقدين طالعين، وفما اللي تربيهم مرتبوهم تطلع ساعات خايبة ساعات باهية، يطلعوا هنا حاقدين على امهم وبوهم، انت يزمك تصبر على ولادك تضحي وهو كيف كيف، مش كان المرارة يضحي، حتى الرجل يزمه يضحي، زادة الرجل يزمه يضحي مع مرته كيما هي ضحت معه ويخالف وينحيوك المشاكل، وانت يلزم الثقه ما بيناتكم، علاش تتعاركوا على كل شيء، حاجه صغيره بسيطه تردوها كبيره، معناه يعني وسبع ايديهم مش قد قد، معناه فما مازالوا بنات الحلال ومازالوا بنات الوصول، خاطر يشوفوا في الشيء البرة في الشارع ما عادش يحبوا يعرس، قول لك اني معرس بالطبيعه. اما فرق ما بين الحلال وفرق ما بين الحرام؟ بالطبيعه الحلال خير، بالطبيعه خير من الحرام، خاطر الحلال ربي ما قالش بيه الحرام، ربي قالك خذ بالحلال، توا في تونس ولينا كل روب نعيش ما عادش يحبوا يعرسوا، معناه وديجا ما عادش فما فلوس باش يعرسوا، جيبوا فارغ، فما خدم في تونس هي مازال فماش خدم، اللي هذا تشوف فيه بطال ماهوش يخدم باش يعرس، وفما ما زالت موجوده ولاد الحلال اللي تحب تاني على روحها تاني تصبر، هو يصبر هو يطيح وهي تطيح باش تعدل حياتك هكا، بابا وامي عندهم 10-30 سنة وصار من بيناتهم مشاكل وراجعوا وصلوا طلقوا، يعني وصلوا باش يطلقوا ورجعوهم لعبيد، معناه رجعوهم الفاميليا وراجعوا انهم لاباس وحمد لله، يزمك انت تطيح وهو يطيح وباخص كلمه، معناه وحتى انت تخدمه هو يخدم، زاد مش تهك عليه هو الكل، زين هي تخدم وهو يخدم، تعاونوا زوز بعضكم، هو يخلص الماء والضوء وواحد يتلابى قضية الدار كل شيء، ما بعضكم معناه يد واحدة باش ما تعاركوش، خاطر تونس غليت ماهيش متعارسة. ترى انه اكثر المشاكل تصير بين زوجين مشاكل مادية؟ مشاكل مادية تصير ما بيناتهم، توا تشوف فيها ما يعرسوا في الصيف يطلقوا في الشتاء، خاطر ما مشاكل من لون ما تبنيتش على الثقة، حكاو بعضهم كل شيء، معناه كل شيء قتله تنعمل لك ونقد لك واني نخدم، بعد شد الدار هو يبقى وحده ويولي مشاكل، مش شرط انها تخدم، شرط انها تخدم خاطر باش تعاونوا بعضكم، ما كانش ما
نجمش وحده، هو وحده ما ينجمش، ما ينجمش يبدا راجل زويلي ما ينجمش. راه اللهم ما بعضكم تخدم، هي تخدم هو تخدم، باش تنجموا تعيشوا مع بعضكم، تعيشوا كالصغيرات باش ما يضيعوش. اخزروا لك الصغيرات على خليلة. باش انت مع المقوله نتاع الفلوس هي كل شيء في الدنيا؟ الفلوس هي كل شيء بيانسي في الدنيا، ولهني كل شيء بتبيع في الدنيا قبل الفلوس. تشري، تنجم تشري اي حاجه بالفلوس، نجم تشري اي حاجه بالفلوس، تعملك اي حكايه بالفلوس، اما لهنا قبل الفلوس. فما حاجات ما تشريش، راه فما حاجات ما تشريش لهنا، بتبيع لهنا ما تشريش بالفلوس، خاطر لهنا يزب كي يبدا مرا وراجل متفاهمين، يبدا معناها بينسي متفاهمين وماشيه علاقتهم معناها. فما شنو الحاجات اللي ما تتشريش؟ حاجات اللي لهنا ما تشريش بالفلوس. صحة، والصحة عندك الصحة، إذا مشيت لك الصحة ساي بعد ما يعوض لك لحد شيء، وذراعك ورب، وأنك ترقد مرتاحة، وأنك ترقد مرتاحة تعيش سعيدة. خاطر اش تسمع كلام الناس؟ قال لك ما تسمعش كلام الناس، اسمع كلام روحك. خاطر كلام الناس لا يودي ولا يجيب، يقول المصري لا يودي. خاطر انت بطبيعتك تعيش لنفسك، ونقول رجال تونس ماذا بيكم ما تسمعش كلام اللي يزن لكم في وذنيكم. نعرف برشا رجال طلقت ما غير سبب، نساهم محليهم مزيانه ومتربيه ومثقفه وتعرف الطيب، فرقوا ما بينتهم ولاد الحرام. قولوا ما تسمعش، ما تمدش وذنيك، ما تسمعش، اسمع هي قبل شنو تقول لك، معناها خانتك زي خانتك، وبكشي هي تطلع مظلوم، صح ولا تطلع مظلوم. ما تسمعش كلام الناس، اسمع هي قبل وتفاهموا مع بعضكم، ما تشتوش كالصغيرات. انت تفاهم هي تحكي لك، وتحكي لك علاش هكايا يا ربي في سنه الحالات الطلاق بصفه غريبه راهو في تونس. انت واحده من البنات اللي ما يحبوش يعرسوا؟ انا واحده من البنات نحب نعرس، نهني على روحي، مش ما نحبش نعرس، اما ما فماش مينو معناها، ما فماش قالك ما عنيش باش نعرسو، ما فماش، خاطر الدنيا صعيبه في تونس. وينهم الشباب او بطال؟ شوف فيه ماهوش يخطب، يلزم الدوله تقف معانا وينحوا نسبه الطلاق هذيا، خاطر هاو نعرف ناس زواولا يعيشوا وياكلوا ويخدموا مع بعضهم، ما فماش هالطلاق هذا، ما تسمعش به ابدا، يتعاركوا يوصلوا ما يتعاركوا ويرجعوا. خلي لك كلمة الختام، قل لهم ربي يهديكم وربي يهنيكم، ونقول لهم واستحذوا على الصغيرات ما تشتوهمش، خاطر برشا صغار نعرفهم تشتو، وانتي طيح شوية وهو شوية، وعاونوا بعضكم، يد واحدة ما تصفقش. شكرا، عايش.